ورجعنا لكم بعد الفاصل في فقرتنا التانية مع زميلتي سهيلة اللي مشرفانا النهاردة. أهلا يا سهيلة، اهلا بك يا محمد. وبنرحب أيضا بدكتورنا الدكتور شريف عمر، زميل كلية الجراحين الملكية واستشاري جراحات الفم والأسنان. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. طبعا سمعنا كتير عن طرق تجميل للأسنان، فاحنا عايزين نعرف ايه الطرق دي. هو التجميل الاسنان هو اللي بقت سمة العصر. كلنا عايزين اسناننا تبقى شكلها حلو، كلنا عايزين نبقى لينا وجهه شكلها لطيف، في سواء في الكلام او في التعامل مع الناس. بتبقى ابتسامه البني ادم طبعا هي شخصيته. فبالتالي احنا دلوقتي بقينا عندنا طرق كتيره قوي، بقينا بنسخر العلاجات المختلفه بتاعتنا، بقينا نقدر نوصل بيها بدل ما كنا بنعمل بيها العلاج فقط، بقينا بنستعملها كمان للتجميل. يعني احنا كنا مثلا زمان كان دايما تلاقي اللي بيعمل تقويم او اللي بيعمل حشو عصب او اللي بيعمل حشوات، فكان كله اكتريتها علاجات. حاليا احنا بقينا بنخلي تقويم الاسنان يخدم التقويم، يخدم التجميل وكذلك الحشوات، عشان نوصل لنتيجه معينه، سواء بقى هنعمل بالفينيرز او بالكراونز او بالسناب اون حسب الحاله ما هي تستدعي معانا الايه. تمام يا دكتور. امتى يا دكتور بنحتاج سناب اون سمايل؟ دي حاجه سناب اون سمايل، دي طبعا حاجه ناس كتيره للاسف ما تعرفهاش. دي هي عباره عن حاجه زي عدسات بتركب على الاسنان، بتبقى متحركه، بتتشال وتتحط. احنا بنعتبرها كجزء من الميك اب، يعني هو او المريض او المريضه بتستعمل لما عندها مشاكل في الاسنان، سواء لونها مش عاجبها او لو صف شكل الاسنان مش عاجبها او طولها او النمط الابتسامه مش عاجبها، فوقتها احنا بنلجا. ولما بيكون بالذات الوقت ضيق، يعني مناسبه قريبه جدا، مناسبه مثلا خلال 5 ايام، فهنا مش تلحق تعمل علاج دائم، او يكون عندها مشاكل او اسنانها سليمه، فيبقى هنا وقتها حرام ان احنا نعمل حاجه علاج دائم. فمن هنا بنلجا للعلاج المؤقت اللي هو السناب اون سمايل. طب ايه هي مميزات السناب اون سمايل؟ هي ميزتها ان هي سريعه جدا، بتتشال وتتحط، فما هياش مقيده بنتيجه، بس يعني وفي نفس الوقت هي بتبقى يعني طبعا هي كسعر يعني هي اقل بكتير قوي من الهوليوود سمايل، التركيبه المعتاده الناس كلها عارفاها. طبعا الشكل بيبقى مرضي جدا جدا، احنا بنعتبرها جزء من الميك اب. يعني واي واحده مثلا مقبله على فرحها او حد يكون عنده ميتنج او عنده انترفيو مهم، هنا ممكن بنرشح له السناب اون سمايل، بتجيب نتائج مرضيه جدا للناس وسعرها بيكون لطيف قوي. طبعا معروف ان كل حاجه لها عيوب ومميزات، فاكيد سناب اون سمايل برضو لها عيوب. والله عيوبها بسيطة، يعني عيوبها مثلا ما ينفعش ياكل عليها، يعني ما ينفعش ياكل عليها حاجات جامدة، بس ممكن يعني جاتوه بتاع، يعني ممنوع الأكل شرب مشروبات السخنة قوي، بس ممكن يشرب أي حاجة تكون فاترة، يعني مية، عصاير، منبهات أوكي بس تكون هادية شوية، ما يستنى عليها لحد ما تهدى. بس هي دي تعتبر العيوب الأساسية اللي فيها، بصايد حاجة ان هي في بعض الحاجات بتبقى او بعض الحالات اللي ما بتعالجهاش بشكل كلي، يعني او ما بتخبيهاش بشكل كلي. طبعا كمثلها كأي من انواع التركيبات الاسنان بتبقى ليها نسبة سماكة خفيفة بتبقى على الاسنان، ممكن بعض الناس بتتقبلها وفي ناس ما بتتقبلهاش. يعني احنا المرأة بسم الله ما شاء الله عليها، يعني ما وقفتش على المكياج والشكل، لا ده يعني تمعنت اكتر وتطور اكتر للاسنان. يعني احنا دلوقتي مش عارفين احنا هنشوف ده فيك ولا ترو، ده ازاي ده؟ والله هو طبعا هو مش هو التجميل، والله جميل يحب الجمال يعني. فطبعا هو احنا مش بنعتبروش تجميل، هو بنعتبره اكتر احتواء للنقاط الضعف اللي موجوده في الشكل، موجوده في الشكل، فبتاثر على انطباع الناس ليك. فقد يكون الشخصيه كويسه قوي، الكادر الثقافي كويس قوي، العلمي كويس قوي، بس الواجهه ما بتخدمش الخلفيه بتاعتك. فهنا بنلجا للتجميل، هنا يعني التجميل بيبقى شر، يعني مش هقول شر بس هو لابد منه.
كمان في حاجات كتير قوي بيبقى مطلوب فيها شرط كده كمان الشكل يبقى مقبول. مظبوط، بعض بعض الوظائف بتبقى كده، وانتوا يعني برضو بتبقى شغلتكم قاسيه جدا يعني. اه للاسف. طب مين الاصح اللي يقوم بالتجميل ده؟ يعني احنا سمعنا في مراكز، في عيادات، وبنسمع عن حاجات، يعني نلاقي مركز يقول لك ده الطقم ده معرفش دهب، ده طقم معرفش ايه، ده احنا هنركبه كذا. نروح عياده يقول لك لا ده المفروض ده ما كانش يركب، ده المفروض ده ما كانش كده. فاحنا عايزين نعرف يعني في حاجات مستخبيه كتير. هو كلام حقيقي حلو. دي للاسف مطب الناس كتيره بتقع فيه. مرضى بتبقى اروح لمين؟ هو اروح لمين؟ هو طبعا احنا لازم بندور على يوم ما بنقرر نعمل تجميل، لازم بنبدا نسيرش على الطبيب المعالج او اللي هيقوم بالخدمه، مزود الخدمه يعني، او هو طبيب اسنان طبعا. نشوف هل هو يعني يكف ان يعمل حاجه زي كده، السيره بتاعته، معلومات عن من ناس تانيه راحت له. ممكن نلجا لصور تكون هو حاططها لحالات عنده. ممكن نبدا نتكلم مع الطبيب بشكل ودي في زياره الكشف، نقدر نتكلم لحد ما نوصل لمرحلة الراحة النفسية. للأسف السعر ما هواش فيصل في القرار. هو السعر فيه مبالغ فيه قوي، وده غلط، وساعات بيبقى دون المستوى قوي، وده بالمنطق ما يحققش النتيجة اللي انت بتفكر فيها. يعني الواحد بيسمع عن عيادات لا باسعار غريبه جدا. هنا انا حتى كطبيب اسنان انا ما مش عارف ان ازاي هو قادر يحقق جوده التعقيم وجوده الادوات والخامات اللي هيستعملها مع هو مقيد نفسه في السعر ده. ده طبعا هيبقى صعب جدا. والتجميل بالذات من الحاجات اللي بتعوز انه يبقى المكان لو بيستخدم خامات يعني ذات مصدر موثوق فيه. يعني ليه؟ لانه الحاجات دي بتبقى دايمه، ولو غيرت في الشكل اللي عندك مقابل شيء اقل من الجوده اللي عندك اساسا اللي ربنا خالقها، هنا انت بتخسر. هنا بيصبح التجميل نقمه وليس نعمه. تمام. احنا في صور معانا دلوقتي يا دكتور على الشاشه، تمام، زي عايزين تعقيب من حضرتك على الصور دي. دي حاله عندنا في المركز. احنا هنا كنا عاملين لها تركيبات. دي شيل طبعا هي طبعا استرابه فندم. فهي كنا عاملين لها دي معموله بالكراونز، بالحاجه اسمها المالتي لاير التر ترانسلوسنت زيركون. طبعا هي نتيجه طبعا دلوقتي يعني ما فيش اي وجه تشابه فيما قبل، بس احنا لسه الفك السفلي لسه هنبدا شغالين فيه الفتره دي. صوره كمان دكتور معانا. دي بالنسبه لنا دي كانت حاله من حالات الفينيرز بقى. احنا هنا قدرنا نعمل الفينيرز من ضمن الحاجات اللي الناس كتيره برضو بتبقى بتدور عليها. ومش عارفه تختارها ازاي، وفي ناس بتبقى بتختارها يعني عشوائي، فاكره ان اي مشكله في السنان هيبقى حلها فينيرز. مش صح. ليها ليميتيشنز. ليها شروط ان هو حد ينفع يتحط له عدسات اللي هي الفينيرز او اللومينيرز. وفي ناس ما ينفعش، في ناس بالعكس تبقى اللومينيرز او الفينيرز تبقى بالنسبه لها تاذيها. يعني حتى لو الشكل المجمل كاسنان ممكن يبقى حلو، بس احنا ممكن بنتكلم كمان على الفيشال بروفايل اللي هو شكل الوجه بعد ما بنحط العدسات. ساعات لما بنحط عدسات وحد يكون عنده ضب شويه، ساعات الفينيرز دي بتزود الضب. فهنا يبقى هو خلى شكل اسنانه حلو، لكن الفيشال بروفايل ما بقاش حلو. هنا بتقع عليه مسؤوليه طبيب الاسنان ان هو بيقدر يختار طريقه التجميل المناسبه. ومعانا كمان صوره يا دكتور. دي بالنسبه لنا برضو من الحالات الحوادث الطبيعيه اللي بنشوفها كتير. هنا بنستخدمها التريبل ان مالتي لاير التر ترانسلوسنت زيركون فينيرز. دي بالحاله دي اتعملت بغير بنج خالص، بالغير اي تحضير للاسنان.
دي السناب اون سمايل اللي احنا اتكلمنا عنها زي ما انتم شايفين ان هي اسنان المريض سهلة سليمه التركيب. واحنا طبعا احنا قصدين نتصور بايده يعني ما بغير جلافز وبالغير من الـ 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 الايدين ما فيهاش جوانتي، دي مقصوده عشان احنا عايزين نوصل للي هيشوفها انه المريض نفسه اللي بيركبها لنفسه، يعني هو بيستلمها هو اللي يقدر يركبها، هو مش محتاج طبيب عشان يعرف يركبها له، هو محتاج طبيب عشان يقدر ياخد له القياسات الصحيحه ويقدر يحدد له اللون والدايركشنز بتاعتها، وبنقدر نعمل وفي بعض الحالات بنضطر نعمل لها تصميم الابتسامه ديجيتالي عن طريق برنامج احنا بنشتغل بيه اللي هو ديجيتال سمايل ديزاين، بنقدر نعمل التصميم للابتسامه قبل ما يقدر يستلم السناب اون. وفي كمان معانا صوره ممكن الاعداد يجهز بها تاني. لا تمام الاعداد هيظهر بيها تاني. تمام يا دكتور، عايزين حضرتك بقى يا دكتور تكلمنا عن تركيبات الطرابيش. التجميل بالتركيبات المثبته او العلمي بتاعها، كنا بنستخدم زمان بنعمل اي حد عنده مشاكل في الاسنان كنا بنلجا على طول للطرابيش اللي هو الكراون او الكفر، كنا بنبرد السنه 1.5 او 1.8 ملم، يعني بناكل من السنه على كل الاسطح منها بنسبه 1.8 من ملي على كافه الاسطح، فهنا ان احنا بنصغر حجمها شويه عشان نقدر نحط عليها كفر. الكفر ده بيبقى سواء ان احنا بنكوركت حاجه ما في مشكله او بنحمي السنه من الكسر او بنغير شكلها من الاساس. يعني طبعا المقاسات بتبقى عامل دقيق جدا وده اللي بيميز جدا العياده عن العياده او الدكتور شخصيا عن الدكتور شخصيا. مظبوط. فاحنا هنا بنقدر ناخد القياسات، كنا زمان بنستعمل التركيبات اللي هي البي اف ام اللي هي بيسميها البورسلان او البورسلين فيوز توماتل، دي تركيبات قديمه جدا 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 احنا كنا بنستعملها وما زلنا في اضيق الحدود، بس احنا دلوقتي بنلجا للزركون. الزركون ميزته ان هو ما بنضطرش ناكل من السنان كتير، نسبه التحضير بتبقى اقل، استجابه الاسنان مع التركيبه بيبقى افضل، نسبه ثبات التركيبه بيبقى اعلى جدا، ما بيحصلش بقى الحوادث اللي كنا بنسمع عنها ان التركيبه وقعت او فكت او الكراون اتكسر. طبعا الحاجات دي العيوب دي تتلاشى مع الزركون بالذات. المشاكل طبعا ما بيحصلش اي التهابات لثه، المريض بيقدر يرجع حياته الطبيعيه بسرعه، يعني هو في خلال يومين او 48 ساعه بيبدا يحس ان هي بقت سنانه الطبيعيه خلاص بيقدر يتعامل بيها تماما. يعني عايزين من حضرتك بقى رساله لكل مشاهدينا ومتابعينا النهارده. والله هو اول حاجه طبعا احنا يعني بما اني طبيب اسنان فطبعا لازم هنصحهم بالاهتمام بغسيل الاسنان وزياره طبيب الاسنان من 3 ل 6 شهور في بالنسبه للحالات اللي هي ذات خطوره، او بالحالات المرضيه ان ممكن الحالات اللي هي اقل خطوره ممكن تستنى لسنه. بعض المشاكل الواجهه اللي هي ممكن تستدعي ان الواحد يبقى مكسوف من شكله و ممكن نزور طبيب الاسنان ده ممكن يكون عنده حلول كتيره لها، منها الحلول السريعه ومنها حلول الطويله وفي منها حلول بيرمننت حلول دائمه وتحسن من حياته وتحسن من استقبال الناس له. تمام دكتور، طبعا الوقت اخذنا جدا بمعلومات مفيده ونصائح جديده لكل مشاهدينا ومتابعينا النهارده. اشكر حضرتك دكتور شريف عمر استشاري جراحات الفم والاسنان اللي نورنا النهارده. اهلا بيك. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهارده وقدمنا فيها معلومات دقيقه وطبيه، وبنتوجه بالشكر للاعلامي احمد دياب مذيع برنامج مصر الاصل ورئيس الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه اللي بينتج هذا البرنامج واللي ادانا الفرصه اننا نكون مع حضراتكم. شكرا.